الآن نحتاج إلى تحميل البيانات. في فيديو سابق قمنا بإشاءة الأدابتر، وقلنا الأدابتر يعتبر كوسيط لتجهيز البيانات الخاصة فيك من الجدول إلى اللي أوت اللي إحنا بالأساس عملنا لها، يعني كفيو جديدة من لي أوت انفليتر. أوكي، الآن طبعا نرجع إلى الداتابيس مالتنا ونقوم بإنشاء ميثود أو بإنشاء يعني إجراء معين يقوم بعمل أو يرجع لنا البيانات اللي موجودة عندنا طبعا في الأساس. فخلينا أخذ هذا كوبي ثم أضعه بيست، ثم ذلك هنا راح أقول له هنا عندي إيش، عندي لود الديتا، يعني هذا يعمل لك لود على الديتا. وطبعا هو في الأساس نقول له هنا أوكي عندنا لود ديتا. أوكي تمام، ما راح نعطيه أي شيء، لكن النوع الخاص فيه راح يكون عبارة عن list في الأساس. أوكي، راح يكون عبارة عن list من إيش، من nuts، list من nuts. تمام، ثم بعد ذلك بدل هذا كله يعني هنا أنا راح يبدي يرجع، لكن خليه يرجع return null. أوكي، إنه ما في بيانات عندنا، وهنا نخليه ايش يرجع، نخليه يعمل ريتيرن على الجدول مالتي اللي هو في الاساس نحوله الى لستة. تمام، فكل علينا راح نقول له كون دوت تيبل. اوكي، ثم بعد ذلك راح نعطي التيبل مالتنا اللي هو اسمه نوت. اوكي دوت تو ليست، اوكي بهذا الشكل، ثم dot to list. أوكي، هذا راح يبدي يرجع لك البيانات على شكل list. تمام، فهذه في الأصل إيش راح تكون، راح تكون عبارة عن list، يعني هذه list from note. طيب نرجع للمين activity. هنا في الأعلى راح نبدي نعرف، هنا في الأعلى راح نبدي نعرف list view مالتي. فراح أقول له أوكي عندي list view، اسمي ls list view lst1. تمام، وايضا اقوم بتعريف list or ابدي اعرف not or يعني نعرف عبارة عن list list من not. تمام، نبدي نسميها نوت. اوكي، او نسميها ليست ال اس تي نوت. طيب اذا هذه الليست فيو مالتنا، وهذه ايش تعتبر عندك، تعتبر عندك الكلاس مالتي. اذا نحتاج الى تعريف الادابتر. فا اوكي راح اقول له عندي ادابتر، اسميه ايش، اسميه ادابتر. اوكي اسميه ادابتر. طيب فين راح نبدي نحمل البيانات؟ راح نحملها هنا في الاسفل مبدئيا. راح نقول له هنا عندنا ايش، عندنا لود. طبعا احنا في كل عمليه اضافه تعديل حذف راح نبدي نحمل البيانات. راح نقول له اوكي عندني لود داتا، وابدي بانشاء ميثود راح اسميها لود داتا. اوكي، ابدي طبعا بانشاء هذه الميثود، اضغط عليه بهذا الشكل، ثم ذلك بهذه الصوره، واخليه يعمل لي جنريت الى الداتا او الى الميثود اللي موجوده عندي. لو تنزل الاسفل اعمل لها جنريت. الان داخلها راح ابدي باقتناص الامور اللي انا عرفتها في الاعلى، ولكن قبل ذلك ابدي اذهب الى هنا للود داتا، ثم بعد ذلك راح اقول له عندي ليست فيو، الليست فيو مالتي اللي انا عرفتها هذه ال lst1. اوكي ال lst1 هي راح ابدي اعمل لها انستانس فايند فيو، فايند فيو باي اي دي ليست فيو. اوكي، ثم بعد ذلك عندي ريسورس resource.id.lst1. تمام، اذا هسه
داخل اللود ديتا ايش راح اقول له؟ راح اقول له في البداية عندي عندي الادابتر مالتي اللي انا عرفته، راح ابدي استنسخه من ادابتر وابدي بتمرير الى this، وابدي بتمرير الى الالاستي اور الليست نوت. تمام اوكي. لكن قبل لا ابدي امرر الليست نوت فاحتاج انه هو طبعا الان الليست فيو مالتي الالاستي list view مالتي بشكل مباشر ابدي امرر لها ايش؟ امرر لها الادابتر. اوكي امرر لها الادابتر بشكل مباشر، لكن تبقى عندك الميثود اللي هي في الاساس ايش ترجع لك؟ ترجع لك لسته. اذا بشكل مباشر ايش راح اقول لها؟ اقول لها الاست نوت. اوكي راح ايش تساوي لي؟ راح تساوي لي الكلاس اللي هو دي بي دوت لود داتا. اوكي الان هذه اللود داتا اللي هي لسته راح ابدي امرها الى الادابتر اللي موجود عندي، اللي هو طبعا يتطلب من عندك الاكتيفيتي اللي هذه الاكتيفيتي مررت للست والليست نوت. ثم بعد ذلك راح اقول لل است 1 اللي هو list view دوت ادابتر تساوي لك الادابتر.